طلاب اللغة العربية، طالبات اللغة العربية، أهلا وسهلا بكم من جديد في الدرس الثالث من المنحى. درسنا اليوم هو الصيغة والوظيفة، يعني form and function. الصيغة هي شكل الكلمة ونوعها، وهذا من مجالات الصرف. الصيغة, the form, is the shape of the word and its type, and this is within the realm of morphology. مثال: الطالب اسم فاعل, it's a type of noun. معرف, definite. مذكر, masculine. طلب فعل, it is a verb. ماض, in the past. مصرف مع هو, and it's conjugated with he. الوظيفة يعني the function of the word in the sentence. دور الكلمة في الجملة. وهذا مجال النحو. This is syntax. مثال: يدرس الطالب العربية. The student here is فاعل. الطالب. أدرس مع الطالب. مجرور بمع. Notice that it's marked also in its ending. Here by a dhamma, here by a kasra. تعرف الأستاذة الطالبة. Now it has a fatha. And it is مفعول به, يعني object in the sentence. يعني الخلاصة الآن, the conclusion, للكلمة صيغة أي شكل ووظيفة يعني دور في الجملة. Our conclusion is the word has a form, يعني it's a shape, and a function, which is the role that it plays in the sentence. شكرا جزيلا على متابعتكم لدرسنا الثالث, وأراكم في الدرس المقبل إن شاء الله.